لتشتت انتباه طفلها البالغ من العمر 7 أعوام عن الصراع الدائر في العاصمة طرابلس، انتهزت السيدة حليمة الميلادي الفرصة التي سنحت أمامها لكي يلعب ابنها كرة القدم ويرسم ويلهو في فعاليات خاصة نظمتها الأمم المتحدة في مدارس المدينة. دفعت بابني للانخراط في النادي الصيفي لمدرسة الجهاد ابتعادا به على الأوضاع والضغوطات اللي تمر بها البلاد، ونسأل الله السلامة. أيضا من أجل الاستفادة، من أجل ملء الفراغ. أيضا انخراط الطالب خصوصا في المرحلة العمرية هي يعطيه حافز كبير ليندمج مع الطلاب، وتكون السنة الدراسية لها سلسة سهلة بدون أي تعقيدات. ويقوم المعلمون بتمويل تلك الأنشطة الترفيهية، ما يحسن من حالة الأطفال المعنوية. ففي مدرسة الجهاد الابتدائية ببلدية سوق الجمعة عزف الطلاب الموسيقى ومارسوا الرياضة، كما تعلموا القيام ببعض الحرف اليدوية. الهدف من كان من بعض الالعاب هذه هو ان احنا حاولنا ان ندمجوا الاطفال مع بعض، ويصير في اندماج والاندماج مع الاخر. يعني حتى الاطفال اللي نفسيتهم خلينا نقول احنا متضرره من مصاير، فحاولنا او حاولنا احنا بالالعاب هي ان نخليهم يندمجوا مع الاخرين، وصار في تحسن الحمد لله. الدراسة تعطلت في كثير من الفصول الدراسية هذا العام بسبب الصراع، حيث استخدمت بعض المدارس كملاجئ لألوف النازحين. ويحضر الآن حوالي 1000 طفل ليبي في هذه النوادي الواقعة في وسط طرابلس، وهي منطقة أكثر هدوءا من جنوب المدينة.